أنا أبدتي رئيس المركز الدولي لحل النزاعات، وتأتي هذه الندوة في إطار سياق ديال الخطاب الملك السامي والتوجيهات اللي وردت في الخطاب. بالتالي كنا نريد أن نكون سباقين لعمل واحد الندوة اللي يمكن تلقي الضوء على هذه المقتضيات الخطاب الملكي والتفسير ديالها بالنسبة للجمهور. نحن كمجتمع مدني وكمهنيين وكقانونيين وقضائيين وهذا نريد أن نعرف يعني إلى أي حد يمكن النهوض بهذا الاستثمار وكيفية النهوض به، ولذلك أعطينا العنوان وهو يعني مقومات الاستثمار وآلية النهوض بالاستثمار في المغرب، ثم كيف أيضا يكون المغرب جذاب للمستثمرين الأجانب، ما هي الآليات وما هي الإجراءات اللي خاصها يجب أن نعمل بها ونقوم بها من أجل أن يكون المغرب منصة لاستقبال الاستثمار الخارجي. نشكر ايضا السادة الكرام الذين جاءوا يعني محاضراتهم في هذا الشان، والذي هو شان مهم جدا في الخطاب الملك السامي مؤخرا في مجلس النواب، والذي بموجبه تم التفكير في الندوة. هذه الندوة هي جاءت من اجل اولا الضوء على مجموعة من الافكار التي وردت والاتجاهات التي وردت في الخطاب الملكي ما يتعلق بالاستثمار، ما يتعلق بالداخلية المغربية في الخارج، ما يتعلق بالإدارة وتطوير عملها وذات مطلوب إداري، وكذلك وتشجيع خاصة تشجيع الاستثمار الوطني وكيف يتم هذا. فاخترنا عنوان هو مقومات وآليات النهوض بالاستثمار، وأن يجعل كيف يكون المغرب يعني منطقة جذابة للاستثمار. فعلى كل حال هو الماضي متوفر على الجميع اكثر من المسائل التي هي مطلوبه، ولكن على مستوى التنفيذ وعلى مستوى التنسيق بين المؤسسات هنا يصبح المشكل. وبالتالي نريد ان نعرف من خلال الساده المحاضرين كيف يتم بلوره هذه الافكار الى واقع ملموس مفيد. ومره اخرى ارحب بكم وبحضوركم وبتلبيتكم الدعوه، والكلمه للسيد المدير لا أسأل نائب رئيس وزارة التجارة والصناعة بكلمة التحية. مرحبا.